لاعب سابق فريق رشاد البرنوسي والجيش الملكي والمنتخب ديال الشبان 96 97 المنتخب الاولمبي. حاليا بعد مرور يعني السنوات صبيت بدا السرطان اللي يعني صعب الحياه ديالي شويه والحياه ديال العائله، ولكن الحمد لله انا مصر على التحدي ديال هذا المرض هذا. والتحدي الاول غادي ناخذ بالاسباب خديت بها، والسبب الاول هو الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بالشفاء والصلاه والسلام على نبينا على يعني لاجل البركه لان سيدنا النبي دعا الامه بالخير، واخذ الاسباب بالزياره ديال الطبيب واخذ الدواء، والله سبحانه وتعالى هو المجيب. اللي باغي نقول هذا السرطان كيحطم وكيأس بالنسبه للناس اللي كتيأس معاه، لكن الناس اللي كتحتاج بالله وعندها امل في الله والرجاء في الله كيكونوا متاكدين بان الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قادر. الظروف مزريه لكن الصبر شيمه ديال الناس اللي غيتحداو السرطان. اي مريض بالسرطان ما تحدى السرطان غيجي احباط واكتئاب وغيستسلم ويقدر يخاف من الموت ويخسر تا ايمانه واعتقاده بالله، لكن اللي محتسب وصابر اكيد واخا يكون المرض غادي يكون ديما متفائل وعايش على امل ديال رحمه الله الحمد لله. حاليا الظروف ديالي يعني صعبه جدا، وكنشكر اي واحد في الاصدقاء ولا في الناس اللي كيعرفوني يعني وداروا معايا شي زياره في سبيل الله وجاو شافوني ودعموني معنويا. انا ما نجبش امور ماديه، هذيك كتبقى لله في لله، اللي دار شي حاجه كيديها لله. اللي باغي انا نقول الناس اللي مرض بالسرطان يحاولوا يكونوا متفائلين، بس الحمد لله المرض ما يسيطرش وما يجيبش الاكتئاب وما يضيعش الشخصيه ديال الانسان، ما تضيعش والاعتقاد ديالو بالله ما يضيعش، لان في الاول وفي الاخر الله هو الشافي سبحانه وتعالى. كنبغي نواسي صديق، ماشي صديق، صديق العمر، صديق الطفوله، والصديق اللي لعبنا مع الكره من الفئات كاملين ديال فريق رشاد البرنوصي. ومن سمعنا هذا الخبر ديال المرض الخبيث اللي كيقدر يتصاب به اي واحد، راه بقى فينا الحال ومرضنا من جيته، وكنتمنى ربي يجيب ليه الشفاء من عنده. وكنتمنى الناس اللي كيعرفوا مصطفى راه غني عن كل تعريف، وهذا المرض الخبيث راه يقدر يتصاب به اي مؤمن واي واحد، ولكن بالصبر والاعتقاد بالله والقضاء ديال الله وقدره الحمد لله الامور كنتمناها تكون بخير. ومصطفى راه ما طالب والو، طالب غير الدعاء ديالكم وطالب الزياره، واللي يقدر يستطع يعاونوا في ربي راه ما غاديش يخيب اي واحد بخل عليه بشي حاجه، وكنتمناو ليه الشفاء. ومصطفى راه لعاب كبير ولعب معانا من الفئات الصغرى، والبالماريس ديالو راه هو كيهضر عليه، راه لعاب كبير ولكن راه المؤمن مصاب وهو راه صبار، وكنتمناو ان شاء الله يجيب ليه الشفاء. هلالي مصطفى هذا الاسم غني عن التعريف في البرنوصي، جاور عدة فرق وطنية. أنا لعبت معاه في الرشاد البرنوصي، اليوم جيت نشوفه الصراحة تفاجأت الحالة ديالو، لقيته مصاب بالمرض الخبيث. كنتمنى ليه الشفاء إن شاء الله، إن شاء الله الشفاء العاجل. وكما كيعرفوا الناس واللي كيعرفوا مصطفى هلالي بأنه اسم رياضي، وجاور عدة فرق وطنية من القسم الوطني الأول كفريق الجيش الملكي اللي حرز معاها عدة ألقاب، المنتخب الوطني الأولمبي، وغير هاد جوج فريق الجيش الملكي والمنتخب الأولمبي. كنتمنى من الله المسؤولين اللي جاورهم والفرق اللي جاورهم مصطفى هلالي وكذلك ابن الرشاد البرنوصي يشوفوا يشوفوا فيه بعين الرحمه كما كيقولوا. عبدو ربيه عاشرته في فريق رشاد البرنوصي، وكانتقل لفريق الجيش الملكي، وكان عنده مستوى هائل، كان اتاكون دو بوينت، كان بيتور، ومسكين دابا جينا نشوفوه لان الحاله الصحيه ديالو جينا نطمنوا عليه،
وجينا نساندوه نساندوه وملي جينا عنده مسكين فرح بينا، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل ان شاء الله، وكنتمنى من الناس اللي مسؤولين على الفروق اللي شارك فيها يقدروا بانهم يشوفوا من الجهه ديالو، وكنطلب ليه الشفاء والله يصلح ليه وليداته والله يخليه لوليداته، لانه عنده وليدات، وكنتمناو ليه الشفاء العاجل.